السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه تعليم الرنده مع حفيظه طبيعه الحال. للمبتدئات اليوم ان شاء الله غنوريكم جلابه غورميطه، كنت خدمتها لكم قبل ولكن اليوم نوريكم الطريقه اكثر. ان شاء الله عندنا جلابه كناخذو سنتيم وتنعبروا من هنايا من الاول 8 سنتيم، من بعد كنبداو. هذه غتكون غورميطه على 4 ديال الغرزات. هنا غنديروا بناء ديال الغرزه، غادي نوريكم حتى البناء ديال الغرزه كيفاش كيكون. كنخدموا الاولى وكنبداو بحال ما هكا، نتمنى يكون واضح لكم شويه اللون مغلوق، مي غنحاول انا كنضربوا كنجيو هنا نرجعوا فيها ونخدموا بحال ما هكا، يعني كنضربوا هنا عوينه هكا، نحاول تبقى واضحه لكم. عاود كنعاود ندور هذا الشيء. شو هذه هي بناء الغرزه باش يبان لكم مزيان ان شاء الله. ثانيه هكا، نعاودو نرجعو في هادي ها هي، يعني ديما كنحاولو نشدو هنا ونعاودو هنا هكا وندوروها بحال ما هكا. صافي دابا غنرجعو غنديرو تاني في هاد الضربة هادي ساهلة. شو كيفاش انا ما كنحاول نخدم ليكم بشوية باش تجيكم ساهلة. هنا كنعاودو نرجعو في هاد العوينة هادي ها هي هكا. صافي شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة. دابا هنا بحال ما هكا، واحد جوج ثلاثة هربعة. دابا غنجيو هنا، انا هنا عابرة، شوفوا واحد جوج ثلاثة هربعة، ها هي شوفوها هي الاخرة، هادي هي الرابعة. كنجيو هنايا راني عابرة حتى هاد الجهة هادي باش ما يجينيش فيها الديكالاج، ونضرب فيها هنايا ونشد هاد بحال ما هكا. شو هنا وعاود رجع، شو شي هكا ونشد هادي ها هي هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة. ودابا نعاود نضرب في هادي، نتمنى تكون واضحة ليكم. نضرب دابا هنا ها هي. دابا غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، عندي أربعة العيون، هداك الشي اللي بغيت أنا أربعة بحال ما هكا. نخدم دابا هنا يرجع في هادو اللي عندي، والخيط الحرير عفوا راه على ثلاثة ديال الشعرات، والبرا ديال الراندا هادي راني وريتها لكم من قبل. هنايا بحال ما هكا، والرابعة. دابا غادي نضرب في الثوب، شو هنا دابا غادي نضرب في الاولى، هلقى ليا واحد جوج وغنقص الاخيره نضرب فيها هكا ونضرب في الثوب ديالي بحال ما هكا. ها هي غادي نرجع غادي نعمر هادي، غادي نعمر فيها ثلاثة، نعوض هادوك العيون اللي كنت كنخدم اللي نقصت، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها هي. دابا غادي نضرب هنايا في الأخيرة بحال ما هاك ونضرب في الثوب هنايا. من يكون واضح لكم شويه راه لوق، ولكن حاولت اني باش يبان لكم مزيان. غادي نرجع هنايا في هادو نيت اربعه العيون اللي عندي، غادي نرجع فيهم هادو اللي عوضت، غادي نلقى ثاني عندي
ربعة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة كما كتشوفوا، ونضرب هنايا شوف شويه اللون مغلوق، ولكن انا كنحاول نشرح باش يجيكم ان شاء الله سهله. ما تنساوش لايك الفيديو، واللي اول مره كتدخل القناه فضلا وليس امرا اشتراك والضغط على الجرس اسفل الفيديو باش يوصلك الجديد ان شاء الله دائما. هكا غادي نكمل هنايا باش ما نطولش عليكم، غادي نكمل غير نفس الخدمه، غادي نبقى غدا هكا حتى غادي نطلعها واحد شويه باش نوريكم تاني كيفاش تكملوا ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا طلعت خدمتها واحد جوج ثلاثه، دابا هنايا غادي نضرب في هذه الاولى عاديه هكا، وغنخلي الخيط الحرير عفوا الحرير داير عندي هنايا، وغادي نحبك هنايا في هاد الخويه هادي، غنحبك بحال ما هكا بحال ما هكا الطريقه هادي كما كتشوفوا هنايا، غادي نحبك على هادي هنا شفتوا. غنجيو هنايا هاد العوينه الاخيره هادي هادي، وغادي نتبش نتبتو فيها وهي غادي نخدمو فيها، ودابا غادي نضربو هنايا بحال هكا. دابا غادي نجيو تاني نضربو هنايا في الاول الاولى، وغادي نقزو وغادي نضربو في هادي الاخرى العين الاخرى اللي ضرب اللي خدمنا الاول هكا بحال ما هكا، وغادي نضربو في الثوب. نعاود لكم باش ان شاء الله تجيكم سهله. غادي نعوضو تاني هاد الخويط هذا غنهزوه وغادي نعوضو فيه ثلاثه ثلاثه اللي غادي نخدمو فيه، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الما هكا، وهنايا ها العين الرابعه هي هذه، وغنضربو الثوب ديالنا هالما هكا، وغادي نضربو هنا صافي. غنبقاو واحد جوج هنايا ها وحدة الثانية ها الثالثة وها الرابعه صافي. دابا نبقاو خدامين عاديه بحال كيما خدمنا الجهه الاولى حتى نطلعوا شويه ونعاودوا تاني نخدموا باش نحبكوا ان شاء الله. هذه الطريقه هذه نخدم لكم هذه ان شاء الله، وغتجيكم سهله الطريقه ديالها صافي. وكيف ما سهل الخيط الحرير، معرفتش مالي انا مع الخيط، الا سهل ليكم الحرير كتدخلوه في الثوب وكتخدموا عليه واحد شويه وكتقطعوه. راه وريتكم حتى هي الطريقه كيفاش ديروا ليه، وكتحاولوا تضربوا في الثوب ديما قد قد يعني باش تجيكم الخدمه مزيانه. تحاولوا ان شاء الله تضربوا بحال بحال، حاولوا ديروا دقه بحال الدقه باش ما تجيكمش مديكاليا او يجيكم جهه اكبر من جهه. هنايا صافي سهله، راه ما كتحتاجها شويه التركيز سهله. هنايا الحرير قريب يسالي ليا شويه، كنت غنقول ثاني شويه كنت غنقول ثاني راه الخيط هنايا ها هي وهنايا صافي. بقات ليا دابا وحده نمشي ونرجع تاني صافي، ونعاود ندير نفس الطريقه. ها الحرير غيسالي، غادي نخشيه في هاد الجهه هنايا ونوريكم كيفاش قلت لكم اش من كيفاش الشكل اللي كتخدموا عليه هنا وهنا
هذا باقي فيه شويه، ولكن هنوريكم كيفاش تخدموا هكا هكا، كتخشيه وتخرجيه من الجهه الاخرى ها الما هكا. شوف ودابا غادي نخدم عليه، غادي نخدم عليه انايا ونقطعو. هنركب حرير اخر، ها نتوما انا هنايا درت حرير اخر وغادي نخدم عادي. هادي كتهبط صافي، ونكمل الراس هنايا والرابعه الاخيره. غادي نضرب هنايا في الثوب، غادي نضرب في الاولى، وهنايا كما العاده غنخلي الحرير داير فوق ايديا ونحبك على هادي اللي هنا، نحبك عليها وشاده بيدي مزيان هكا بحال هكا الطريقه هادي. هيا هادي صافي، وهنا ساليت. غادي نثبت هاد الحبكه في الاخره، العين الاخيره كاينه واحد العين هنايا عندي هي اللي غنشد فيها، وغادي ندير نضرب في الثوب هنايا صافي. كما تاني كما العاده نفس، غادي نضرب في هاد العين الاولى وغادي ندير في الاخيره هكا بحال ما هكا صافي. وهنايا نضرب في الثوب ونرجع كيف ما العاده، غنعمر هادو اللي خدمنا هاد الخيط هذا، غنعمرو بثلاثة ديال الغرزات، ها جوج ها ثلاثة. وهنايا هذه هي العين الرابعة، نتمنى تكون واضحة لكم الطريقة. وضرب ثوب صافي، وكتبقى العملية كتكرر هنايا، كنعمرو هادو عليهم واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة. وهنايا هكا هادي هي كورميطة كيما كتشوفوا. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.